اهلا وسهلا حبايبي في فيديو جديد من اسلوب حياتي. فيديو النهارده انا مش جايه يعني اوريكم الفطار ولا حاجه، انا بس جايه يعني نصيحه كده مني ليكوا كاخوات مع بعض كلنا. طبعا كانت بنوته حبيبتي امبارح في التعليقات بعد ما يعني على الفيديو اللي انا صورت معاكم افطار اول يوم رمضان، بتقول لي يعني انت طبخه اصناف كتير وده تبذير وحرام وكده. فانا قلت لها والله اللي بيتبقى بناكله تاني يوم ما برميش حاجه او بتخلصش من حاجه ابدا. فانا قلت اوريكم عملي يعني، وبرده نفكر بعض ان احنا طبعا اي اكل يتبقى مننا ما نفرطش فيه ابدا ولا نرميه ولا نتخلص منه، طبعا نستعمله، ممكن يعني نعمله اعاده تدوير او نعمل جنبه صنف صغير كده ونقدمه برده على الفطار. وكل حاجه مش هنرميها ونستخدمها ان شاء الله، زي ما شفتوا معايا في افطار امبارح كنت عامله القلقاس واتبقى منه الطبق ده، سخنته تاني وجبته النهارده واتبقى طبق كشك برده اللي كنت عاملاه وبرده قدمته على الفطار النهارده، واتبقى برده طبق ورق العنب ده من امبارح سخنته قدمته تاني، وكانت متبقيه معايا خلطه من ورق العنب لما حشيت حله ورق العنب اتبقى معايا خلطه منها، احتفظت بيها في التلاجة للنهارده. كان عندي فلفل في التلاجة رومي، طلعت الحشوه اللي كنت شايلها وحشيته وسويته بقى جميل ويعتبر صنف جديد النهارده. او لو عندي كوسايتين بتنجان اي حاجه تنفع للحشو، حتى لو خلطه اتبقت نعمل بيها صنف جديد تاني يوم. وعملت شويه مقبلات من دي، سمبوسك بحشوة الفراخ واللحمة والجبنة والكبيبة اللي عملناها مع بعض قبل كده، كل الأصناف دي تعتبر أنا عملتها معاكم قبل كده وكلها موجودة، هتلاقوها في شاشة من اللي بتظهر في نهاية الفيديو، قائمة تشغيل بعنوان تجهيزات رمضان، فيها كل الحلويات والمشروبات والأكلات اللي عملناها وفرزناها وحضرناها عشان رمضان. اللي يحب يشوف أي فيديو فيها وينفذ الحاجة الموجودة. وده ترشي طبعا مشكل، وكنت عامله زي ما شفتوا معايا يعني بطايه، والحقيقه اولادي ما بيحبوش البط، كنت عامله لهم برضو هم فرخه، فاتبقى برضو جزء من الفرخه وجزء من البط بسخنهم برضو وهجيبهم، لسه الحقيقه ما جبتهمش. انا قلت اصور معاكم كده قبل ما الاذان ياذن بس علشان اقرب وبس. وحتى العيش بتاعنا والمخلل وده التمر اللي هنفطر عليه طبعا، ونظام السفره اللي وريتهولكم قبل كده الشوك والمعالق اهي. والنهارده المشروبات بتاعتنا هتبقى صوبيا كركديه، النهارده عملت كركديه ما كنتش عاملاه امبارح، عصير برتقال برده فريش وبس. والنهارده عملت الحلو السهل السريع ده، انا صورته لكم، مش عارفه هينزل بقى قبل الفيديو ده ولا بعديه، صورته لكم ومغلفاه هنا عقبال ما نيجي ناكله وبس. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. يعني انا طبعا مش هصور لكم السفره كل يوم علشان ما بقاش اوفر قوي يعني، انا حبيت اصورها لكم اول يوم احتفالا برمضان كده ونصور يعني افطار اول يوم. والنهارده قلت اوريكم يعني انا فعلا استفدت من اكل امبارح وقدمته برده تاني يوم اهو، وعملت معاه لو اصناف بسيطه قليله زي المحشي ده يعتبر صنف جديد، وشويه مقبلات حتى ما كنتش عامله منهم امبارح، السمبوسك والكوبيبه ما رضيتش اعمل منهم امبارح، قلت عشان عامله برده كذا يعني صنف من الاكل بلاش النهارده، فعملت النهارده جنب باقي الاكل، وتبقى يعني برده سفره حلوه وفيها كل حاجه الحمد لله. حتى النهارده ما رضيتش اعمل نوع من انواع الشوربات، قلت كفايه اللي موجود ده علشان الاكل يتاكل ما يتبقاش منه حاجه. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وكان مقصود منه كده افاده، وان احنا نفكر بعض يعني وننصح بعض. طبعا احنا انا اختكم وانتوا اخواتي، واللي عندها لي اي نصيحه او اقتراح بفرح بيه جدا، ويا رب دايما نكمل بعض ونتعلم من بعض. وكل سنه وانتم طيبين، ونتقابل على خير في فيديو جديد. مع السلامه.